السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات الأفاضل، أي الشغوفين والشغوفات، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. معكم الدكتور محمد سلومة، المدير التنفيذي لجامعة باشن بالشرق الأوسط وإفريقيا، ومؤسس أكاديمية أسوليل للتدريب والتنمية والاستشارات، ومدير إدارة التدريب والتطوير بجامعة باشن. يسعدني أن أبشر حضراتكم بالبدء في التسجيل للدبلومة رواد العمل الحر بالوطن العربي، وهي مبادرة لتشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين والشغوفين في عملية امتلاك عمل خاص واكتساب مهارات كيفية إنشاء عمل خاص وإدارته. سنسعد بحضراتكم، وخصوصا بعد الأزمات الاقتصادية ما بعد كورونا، فكانت مبادرة طيبة من الرابطة العالمية للشغوفين التابعة لجامعة باشن بإنشاء دبلومة لرواد العمل الحر، أو بمعنى أصح كيف تصنع راتبك بنفسك ويعني تدير عملك الخاص حتى تتقي مشاكل وما يستجد من متغيرات على المستوى الشخصي والأسري والمهني والمجتمعي. سيشرفنا في هذه الدبلومة التي ستكون لمدة شهرين نخبة من الخبراء في مجالات مختلفة، حتى نستطيع اكتساب المهارات في عدة جوانب، منها مثلا سأشرف أنا بتقديم الجانب على كيفية إدارة الموارد البشرية وتوظيفها لخدمة مشروعك وعملك الحر الخاص. سيشرفنا فضيلة الدكتور إسماعيل الشرقاوي رئيس الجامعة في الجانب الروحي وكيفية تأسيس المشروع الخاص وفكرته. أيضا سيحضرنا فضيلة الدكتورة عائشة البويضة حول يعني الجانب الأسري وكيف نخدمه لعملنا الخاص، وسيكون في ضيافة فضيلة الأستاذة ريهام سلام حول الصحة النفسية بين الذكاء والحكمة. إن شاء الله ستكون الدبلومة هدية جامعة باشن والرابطة العالمية للشغوفين التابعة للجامعة مع بداية شهر يناير إن شاء الله 2023، هتكون لمدة شهرين زي ما قلنا، وحيكون يعني يحصل المتدرب على كافة الشرائح والتسجيلات والاستشارات مع الجامعة والخبراء الذين سيقومون على إقامة وتقديم هذه الدبلومة الهامة التي سوف تخلق جيل جديد من الشغوفين والمبتكرين والمبدعين في وطننا العربي. شكرا جزيلا لحضراتكم، إن شاء الله في انتظار تسجيلكم للأسماء في البرنامج. تحياتي، وإن شاء الله نلتقيكم بخير وعلى خير، وأي استفسار يعني نحن في شرف خدمتكم الكريمة وأهدافكم النبيلة إن شاء الله تعالى. حياكم الله وأسعد محياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.